ممكن ما اكونش انا اشطر حد ممكن يتكلم مع الكوره ولا كمان عن اداره الشركات، لكن احنا ممكن نبسطها ونوصلها لبعض بصوره اسرع. معاكم ابانوف فؤاد من جوه الصندوق. كل النوادي والمؤسسات او الشركات بيكون ليهم استراتيجيه واضحه، يعني كل واحد هو عارف عايز يبقى ايه. في ناس بتبص دايما للقمه، في ناس دايما بتحب المنتصر، او بمعنى صح ما انا كده بكسب كويس. لكن القصه اللي انا هقولها لكم دي قصه غريبه جدا. نادي في انجلترا اسمه نورويتش سيتي، النادي ده كل ما يصعد البريمير ليج يعمل حاجه غريبه جدا، ينزل تاني للتشامبيونشيب وبعد كده يطلع تاني البريمير ليج. فطبعا القصه غريبه، لكن الناس اللي ما تعرفوش ان ماتش الصعود بتاع البريمير ليج بيكون على 200 مليون جنيه استرليني. ايه ده، الرقم ده ضخم جدا فعلا. نادي نورويتش سيتي كل ما يصعد يهبط تاني وراح صعد تاني عشان طبعا اكيد الفلوس دي. زي ما نادي نورويتش سيتي بيعمل كده بالظبط، في شركات كتير بتعمل كده. شركه تطلع تعمل اسم كبير جدا وتعمل بومينج كبير جدا، لكن في الاخر بتقع مره تانية. ليه؟ عشان مفيش استراتيجيه واضحه للشركه، مفيش بلان ماشي عليها الشركه. او شركه بتعمل بومينج كبير جدا وبيكون هدفها تطلع بسبوبه او نحتايه وبعد كده تختفي. خليك دايما في القمه واعمل بلان واضحه واستراتيجيه واضحه للشركه بتاعتك عشان تكون في القمه زي النادي الاهلي طبعا.